السلام عليكم. بعدا الحمد لله الاغلبيه مساكن ديال التلاميذ خرجوا كاعين في الصباح، دارينهم داكشي شويه صعيب شويه. علاش حنا بدات كازا مساكن ديما تيحطوا لهم داكشي واعر وصعيب؟ علاش في منطقه اخرين دارينهم تسهيلات مع التلاميذ؟ حشومه عليهم علاش؟ والناس التلاميذ تما كانوا حافظين يعني كانوا كيحافظوا وكيتعبوا شحال من واحد، وزعما هادشي كنشوفوه ماشي ما كنشوفوش. منهم بنتي انا الاولى، هي الاولانيه حافظين وكلشي، قالت خرجت قبيله قالت لك داروا لهم شويه الفرنسي صعيبه شويه والتربيه الاسلاميه وما حافظين، عطاهم شي اسئله قالت لك خارج على نطاق ديال داكشي اللي حافظين. يعني التلميذ راه غيتخلوه، راه ما غيدير حتى شي حاجه. خوث البارح تعدى عليه واحد استاذ، ياه ما خلانا لا نكشفوا لا والو، كلشي كينقل احدنا. انا اليوم في الصباح واحد استاذ جاش عندنا ميكروبا، حاشاك ما نكذبش عليه، جاش حيدت لي في الصباح النقله ومشى داش فهمشي المؤطرين، مشاو عند المؤطرين وهما داو معايا بشويه. هما قالوا لي هذيك راه مزنزنه وهادي واش فهمشي ولا لا. صافي دوزات الاولى الثاني عاوتاني ويطلق عندي عاوتاني النقل، وكل شيء عنده النقله وهي مقابلاني انا واقفه حدايا واش فهمشي. شدها شي واش قراف فيها واش بداش عليا غنعيط لك مال الواق شادي، انا راجلي رف فادي، انا راجلي باش اشعاق عليا. صافي جا كتجي توقف حدايا انا فهمشي، كل شيء عنده النقله ضروري، انا عندي اخر عام استعطاف هذا واش فهمشي ولا لا، خاصهم يعاونوا معاه. طاج وحاجه قالت لك المهم هي شرانيه، هي قالوا لي كدك البره ديال لانسولين وما عرفت شناهو، تعصبات عليا انايا وقفاش عليا انا مابقاش حاضي انا واش فهمشي ولا لا. صافي كلشي عندهم النقله في القيصم، ملي مشيش عند من داتني عند الاداره داو عليا قلنا شكون اللي عنده النقله في القيصم، قلت لهم انا راه ما غنبيعش بصحابي كنعرفها راسي واش فهمشي ولا لا، قلت لهم كنعرفها راسي دير معايا شي حل. حيدت لي النقله الاولى، حيدت لي النقله الثانيه كرافاش او الثالثه شي كرافاش، ما درش والو اخو كذبش على تشط الاوراق حطاشهم لها خاوي، وعيراتني وصباتني ومشيش وقلت لها الله يرحم الوالدين وخرجت فحالاش. صافي هادشي اللي كاين، وجا عندي هذاك المدير دو معايا زوين وهادي. دابا راه العربيه بخير، العربيه راه عندي معاها عمرشة كامله ما خليت شي سؤال بخير الحمد لله، هادشي نتمناو الخير نتمناو النجحو صافي. اما هي راه كرافات لينا داك الشيء، شدير ما عندك ما دير. خويا الاجواء بعد ديال الامتحان ما كاين لا تباعد لا حتى شي حاجه، كاين الزحام بعدا مع الدخله كاين الزحام لانهم كيدافع، ما كاين لا تباعد لا حتى شي حاجه. وفهمتي في بلاصه المعقم فهمتي كيقول لك احق اجي دير معقم وما كيرش البنادم غير المزار، باش نكونوا فاهمين. وما كاين لا كيقول لك غير دير لك ماما صافي، ما هادشي ديال الزحام وهادشي ديال التباعد ما كاينش. المهم على داز فهمتي كانت الاجواء زوينه فهمتي عاديه، انا ديجا بحكم عندي الاكسبيرونس ديجا معاود العام فهمتي ما حسيتش لا خلع لا حتى شي حاجه. وحتى الدراري حتى هما فهمتي حتى هما اللي ما عندهمش الاكسبيرونس حتى هما فهمتي راه ما تخلعوا ما حتى شي حاجه حيت الاجواء كانت زوينه وصافي. ما مشي حام والو عشيه، كشي حطوا لينا صعيب بقاو ديما شي تشمرقنوا بينا كنحفظوا تنساو، كي غدير حتى تحفظ كورونا سدوا عليك راك عارف أزمة نفسية وكلشي مشاكل راك عارف خويا واش دير؟ وزير التعليم ماشي بحالاش، وما كاين لا وزير لا والو، بقى ديما يأجل لينا حنايا في هاد الشيء تمرقن بينا واحد في الطاولة، شي كي غنديروا ليها حنايا واحد حارسينك تلاشا با دوز مع شناو كونكور ولا ما عرفت شناو، تلاشا في الطاولة راه بزاف أصاحبي حارسوك تلاشا، شا مريح بوحدك راك عارف، بنادم معاك مخلوع. واش دير؟ اش نطالبوا بشي حل للتعليم؟ ما كاين لا تعليم لا والو، تيقراو اللي والديهم عندهم الفلوس هما اللي تيقراو، اما حنايا ولا الشعب مقودة عليك بوفري اما عندك شي ديما محقوه. واش يديروا لنا شي حل ولا الغربة شي ينادي هادشي اللي كاين؟ وحق ربك هذاك الشيء اللي كيفرضوا علينا داك الشيء اللي بغاو، داك الشيء ديالنا حنا مش كيخليوناش نديروا نعبروا على الراي ديالنا. جدو مع استاذ يقمعك ما كاينش، فهمتي ما كيعطيكش حريه تعبير ديالك، ما كاين حتى شي حاجه في هذا البلد.